حياكم الله مشاهدينا، رجعنا لكم من جديد لنتابع مسيرة الدراما التلفزيونية البحرينية، فأهلا بكم. نبتدي معاكم الحلقة بالدخول إلى العام 1989 لنتتبع إنتاجنا الدرامي في هذا السنة ونلقي نظرة شاملة على ما تم إنتاجه. أيام الرماد سهرة درامية كتبها وكتب السيناريو والحوار لها الأستاذ الشاعر علي الشرقاوي وأخرجها الأستاذ خليفة العريفي. الدور أحداثها حول ابن عاق تتحكم في زوجته، يحصل على مدخرات والده المتوفي فيترك والدته ويسكن مع زوجته اللي تحرض على بيع البيت اللي تسكنه الأم، ومن ثم تنعم بحياته مع زوجته بعيدا عن الأم اللي تقاسي وحدتها وعقوق هذا الابن اللي لم يرحمها وانساق وراء أوامر زوجته ورغباتها اللي لا تنتهي. اشترك في أداء شخصيات هذه السهرة كل من أحلام محمد، عبد الله يوسف، جاسم شريدة، فاطمة الدوسري، شفيقة يوسف، إبراهيم الغانم، أحمد عيسى، سالم سلطان، خليفة أبو غمار، فريال عبد الخالق والأطفال، هالة العريفي ومحمد جاسم شريدة. العمل كان من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون. يما كفاية حزن، هذه طبيعة الحياة، كل واحد منا وله يومه. كان ما جيت من خوفتيني؟ بسم الله على قلبك، ما تشوف شر، ما تلاحظ انك زيتها؟ انا افتكرتش نايمة، بعدين شغلي تطلب السهر تدرين. الشغل في النهار، انا مو مستعدة اقعد بروحي. اخرجت عمل شبه درامي خاص بوزارة العمل، كان عن موضوع المياه والأخطاء في استهلاك المياه. ذي شجعني على أني يعني أكلم الأخ علي الشرقاوي شاعرنا الجميل، وأنه ينكتب سيناريو في هذا المجال، وقدمنا للتلفزيون ووافقوا عليه. اشتغلت فيه كمخرج مع ممثلين ما شاء الله عليهم كلهم كبار، وما أتذكر كثير التفاصيل اللي كنت أشتغل فيها في ذي السهرة، بس إنه يعني دخلت أنا في جانب جديد تماماً في حياتي الفنية، هو أن أخرج دراما متكاملة في تلفزيون البحرين. طبعاً أنا ما وصلت
مع هذه لأني أنا كنت من الستينات وأنا أكتب قصة قصيرة، وبعدين القصة القصيرة تحولت إلى مسرحيات، وكتب يمكن حوالي 14 نص مسرحي أخرجت، وذي كان ماخذ كل وقتي، يعني ما خلاني أطور تجربتي الإخراجية في التلفزيون. المسرح كان ماخذني أخذا وبيلا على قولتهم. تابع هذا العمل مسلسل سوالف أم هلال، ولكن هذه السنة ليس كمسابقة رمضانية، وإنما عبر حلقات تطرح قضايا محلية ومجتمعية. ففي كل حلقة نحن أمام قضية أو حالة تمس واقعنا المحلي بشكل كوميدي خفيف، كما فتحت هذه الحلقات المجال لمشاركة العديد من الممثلين اللي ما شاركوا في الأجزاء السابقة. فقد شارك هذا الجزء علاوة على طاقم سوالف أم هلال الجزء الأول والجزء الثاني كل من سعد الجزاف، محمد البهدهي، لطيفة مجرن، مريم راشد، جعفر الحايكي، حسن الواوي، أحمد عيسى، مبارك خميس، أحمد الجزاف، والممثل الكويتي عبد العزيز النمش. أما الإخراج فكان للمخرج الشاب أمير الشايب، وساعد في الإخراج فتحي مطر، والعمل أيضا من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون. أم قاني أم عليوي. أم عليوي والله ما عرفتك. شلونش هالزين؟ إيش عبالك شبتي؟ ها؟ إيش دروني ما يعني ما ظنيت إنك متميزين من المرا من الرجال من اللي المرا. أنت أخذت الليسن. ويه باركيلي بس باركيلي مبروك. حتى الليسان وبطلت السيارة الجديدة هذي. باركيلي حلو. وبعد وبعد شنو لما أنا أسوق كل سيدي ما أقدر أرجع ريوس ورا أخاف رقبتي تلات. عاد إيش دعوة يا أبو عزوز؟ إحنا وين بنحصل أحسن من بدر حق لطيفة؟ يلا يبا خلوا نقص المهر وخلصونا يا مرزوق. قال الزيدون علينا ترى الخطابة له 10% مو بعدل. عدل 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 10%. شرب يا وليدي شرب. إن شاء الله. نعم الله عليك. إلا بسألك يمه. سمي أنت للحين تشتغل في البنك؟ اي نعم طال عمرك، للحين اشتغل بالبنك. يعني معاشك زين؟ الحمد لله زين فوق الزين يا عمي. ايه بدأوا يفصمون سابعته. ما بنطلب زيد بن قيرني. وغيركم ايش كثر يطلب عمتي؟ من 30,000 ورايح. 30,000 دينار؟ معقولة؟ انا يا ابوك في نظري نعم ما تسوى 30,000، لكن أنا من رأيي إيه؟ إنك تأخذ لك فنلندية أرخص. عاد الله يسلمك يا أبو عزوز. أم هلال قصدها 30,000 ربية. الأجيال تغيرت، ولو إن الأجيال الحين أمهات 4 سنوات و3 سنوات إلين 16 سنة ما زالوا يشوفون أم هلال ويطلبون أم هلال، لكن الأفكار تغيرت. إذا بنرجع أم هلال، إذا بنرجعها مرتين أقوله لازم كل شيء تغير فيها. ويختم الإنتاج الدرامي لهذا العام بسهرة درامية عن قصة لكاتب أمريكي عنونت باسم يونس والآخرون. كتب لها السيناريو والحوار الأستاذ أمين صالح، ومضمون القصة عن شاب وسيم يتعرض لحروق تشوه وجهه فينغلق على نفسه ويبدأ في عمل علاقة صداقة مع دمية، وهذه طبعا يجعله يتقبل وضعه لكون الدمية لا ترى التشوه ولا تتقزز منه، وبالتالي يعتبرها صديقة المقرب اللي ما يتضايق من تشوه وجهه. ولكن هني في معلومة يا جماعة، الجديد في هذا العمل أن أول قصة لكاتب أمريكي يعد لها السيناريو والحوار من قبل
كاتب بحريني وباللهجة المحلية طبعاً، وبالتالي يعتبر أمين صالح هو أول كاتب بحريني اتخذ خطوة نحو ترجمة الأعمال العالمية. شارك في هذا العمل عبد الله ملك، شفيقة يوسف، مها عبد الله، إبراهيم الغانم، مريم راشد، ناصر القلاف، بدرية إبراهيم، والطفل عبد العزيز العباسي. أما الإخراج فكان للأستاذ بسام الذوادي. صباح الخير. هل استقبلت؟ بس تو الناس الساعة للحين ما صارت سبع. عندي شغل وايد، بعدين أنا ما صرت خدامتك للحين علشان أنتظر حضرتك لين تتعدل وتعطيني أوامرك. لا أوامر ولا شيء، لكني يعني كنت بقول إنك مو متعودة. أنا أضف وقتي اللي أبي، عندي شغل وايد. زين بس خلاص خلي الحجرة وأنا بنظفها بروحي. ريتك تقول هالكلام ذي حق ابو احمد علشان انا افتك. لو علي انا ما ودي حتى اشوف وجهك. انت والله العظيم ما ادري ايش نسوي له. رايح اغسل. روح بلا رد، متى يروح عني خلفتك منه. لا والقهر بعد يحاجج، عسى ما اقول لك كلمه الا رد علي بعشر. طبعا في افلام في الثلاثينات، افلام امريكيه في نفس الموضوع اللي هو علاقه شخص بدميه اللي هو الهروب من المجتمع، بس ولان المجتمع ما بيقبله بسبب تشوهه، هذا السبب الوحيد اللي يخليه يبتعد. مع العلم هو يشتغل في مطعم، فبالتالي لازم يقدم الوجبات للناس ويخاف. فما اعتقد ان دي فيها فلسفه، هي فيها حاله نفسيه لشخص من المجتمع يمر بهذه الوضعية. المجتمع تقبله وعدم تقبله راجع للمشاهد. هل تتقبل إنسان مشوه؟ يعني اليوم من بعد يونس والآخرون، أنا بالنسبة لي سواء شخص معوق أو سواء شخص مشوه أو سواء، بالعكس أتعامل معاه كأنه في شيء، لأن تعلمت أن هذه إنسان ما له علاقة تشوه. فما أعتقد أن في هناك جانب فلسفي في الطرح، كان جدا بسيط. شوف يونس والآخرون، بما أني أنا مخرج سينمائي فبالتالي ليست مثل الثلاثية. يونس والآخرون طبعا استخدمت كاميرا واحدة بالضبط، التقنية السينمائية اللي أنا درستها وتعلمتها، فذي كانت بالنسبة لي هي اللي أعرفها، كاميرا الواحدة وهاي السينما. لذلك أتت فكرة الحاجز بعدين ونفذنا فيلم سينمائي. هي فيلم تلفزيوني، يونس والآخرون فيلم تلفزيوني تعتبر، هي على عيون تحت الجمجمة، كلها كاميرا واحدة، وهذا كلها أفلام تلفزيونية يعتبرون. يونس والآخرون يعني هي سهرة واحدة، ولكن يعتبر عمل على الجانب التقني في أشياء أنا تعلمتها. أنا يعني مو مخرج تلفزيوني، بس كان بسام الله يذكره بالخير لأنه هو سينمائي، كان يحاول يتحدى ويعمل الصعب. فإنك تاخذ انت لقطة مدتها أكثر من دقيقة، وان شوت بدون كت، ويكون فيه عدة زوايا، فهني فيه براعة فني إضاءة ومدير تصوير ومخرج وممثلين وصوت وكلهم. لان انت شلون الحين تتحاشى ان السلك مال الصوت يبين، واعتقد ذيك الحزه ما كنا نستخدم احنا النك ماي، كان يلاحقك بالبوم. المصور شلون يتحرك بالكاميرا في هذه اللقطه بالذات، بقولها لكم لان فيه بعد شغله ثانيه ويا اختي شفيقه،
يوسف. اللقطة كانت في صورنا في بيت من بيوت النموذجية في مدينة حمد دوار واحد أذكر. كان بيت لي حمان سكن أو شيء مأثث خفيف. فأنا رح بيت خالتي، من خالتي الفنانة شفيقة يوسف. أدش وأنا وياه محروق يا زعم، مشوه ومتعقد. فدائما أغطي بالملف أغطي وياه، وأنا أحب بنت خالتي. وتخيل أنها تحبني لكن هي ما تحبني، يمكن تشفق علي يمكن شيء كذي. فكنت أبي أشوفها بأي طريقة. فأدش البيت مودي غرض، فقال لي بسام أبيك عبد الله ذي اللقطة من الدش من البيت الدش المطبخ تشوف خالتك تسولف وياها، تبطل الثلاجة تطلع شيء تبي تشربه أو تاكله، تشوفها لاهية ترجع ذي تبنل ذي، تطلع من المطبخ تروح في الممر مال البيت كامل ذي كلها ون شوت، تركب الدري والدري في طلعة وفي استراحة وفي بعدين كذي تروح زين، الدش حجرتها تبطل الباب. طبعا شوف زوايا الكاميرا شقد، ساعتها لازم يطوفني، ساعتها أنا لازم أطوفه، ساعتها لازم يعني غلطة واحدة تعيد اللقطة من أول ما طق الباب من السكة أيك مرة ثانية. سواها وانشوت، ليه ما أدش علي بنت خالتي إلا أنا قاعد أشوف صورتها وش تسوي هني؟ أها لا أبا نظف أبا عدل رجاء. يعني هذه اللقطة كان الظريف شنو فيها، كنا نصورها كان علينا رمضان، فكان في وسط اللقطة أنا لازم أشرب بيبسي أو ماي أو سفناب ما أعرف اللي كان في الثلاجة، يعني أذكر كان بيبسي. فاحنا نصور نهار وليل، فقال لي بسام عبادي ترى المشي أنت صايم؟ قلت له شلون عيالك شايفني؟ كيف صايم؟ قال ترى اللقطة، قلت أنت عشمار شلون أشرب؟ قلت له أنا حتى لو أحط ذي في شوية وذي يعني لساني وذي بيبسي ذي يعني ما يصير بسام من صدقك أنت. لا لا مقلب. قال لي لا اللقطة وان شوت شرحت لك أنا. قلت له لازم أشرب. قال إيه أنت لأن قاعد تفكر وتسوي روحك لاهي بشغلة، إيش بتسوي ثلاجة يعني قاعد تبي تشتريها يعني تعاينها يعني لازم تبطل تشرب شاي تسوي روحك. قلت له لا إذا لازم أشرب لازم أسأل لي شيخ. قال لي من صدقك؟ قلت له ها بعد أفطر أنا أبي فاتوى. فأذكر كلمت الله يذكره بالخير شيخنا عبد اللطيف المحمود بالجامعة، ما أدري شلون والله يعني واتصلت فيه. لأن إيش قالوا لي؟ قالوا لي كان أم صورني مشهد في أكل شفيقة أكلت. قلت له صحيح شفيقة يعني صانة ملتزمة وهاللون وذي شلون كلت؟ فأكيد عندها فتوى يعني بعد النسوان يعني ساعات بعد يفطرون يصير يعني ما يصير. فالمهم أن اتصلت بالشيخ عبد اللطيف، قلت له الشيخ عندنا مشهد كذا وكذا لكن لازم أشرب. قال لي في عصر الناس فيه عندهم خداع وعندهم تقطع وتسوي القرش كأنه فيه وهي ما فيها وفي احنا هاش رجل دين. قال لي ألف طريقة بطريقة. قال لي عليك جزء، هذه فطر متعمد، هذه ما يصير تصوم شهرين وتطعم 60 مسكين وما أدري شنو، دي متعمد أشكره. قلت له بس الله يجزاك خير خلاص بسام ما يتصور ما يشتبون في الليل بنصور. قال نهار تبيني من السكة شلون ليل؟ عقب سوينا أنا ما أشرب أو بس أخذ الغرش كذي وخليه وانز، يعني في أكثر من طريقة يعني. مشاهدين احنا وصلنا للختام، نشوفكم الأسبوع القادم في أمان الله.